هللويا. الحب قيدني يسوع سباني بحبه والقلب بفرحان وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان. يسوع سباني بحبه والقلب بفرحان وعديجنا من مجده وتنتهي الأحزان. تبقى السماء كلها ليا أعظم ما فيها فديا. تبقى السماء كلها ليا أعظم ما فيها فديا. ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياء. اعلن شو قلبك تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياء نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد وتملى في معنيا. يا يسع يا غالي عليا وتملى في معنيا. يا يسع يا غالي عليا. واللي ابتدى معانا هنا رحلة الغربة هقول له يلي بديت الرحلة أنا واثق إنك أنت معايا مش سايبني. هللويا. شكرا ليك شكرا ليك شكرا يلي ايديك دايما سنداني. شكرا سنين طويلة والرب شايلني على ايده. شكرا شكرا هللويا. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيه انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغير. وعدك لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين وعدك صادق. لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني
دايما نرى خطة عظيمة عظيمة بطريقة رحلة عمري انت راسمها لي ساعدني يا ربي أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي خطة عظيمة مدبرها لي رحلة عمري انت راسمها لي ساعدني يا ربي أعيش لك عالي فوق فوق العالم فوق أحوالي شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني ارفع قلبك واشكره تعالوا نصلي صلوة في دقيقة كده شكرا انك انت اللي مشيت معايا السنين اللي فاتت مش السنة بس أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني بمشورتك بكلامك أشكرك لأنك أنت الحامي ورب العيلة أنت الحامي ورب العيلة وده اللي بيطمن قلبي أنك معايا يا رب اللي بيطمننا أنك ماسك بإيدينا اللي بيطمننا أنك محوطنا الرحمة تحيط بيه محبة المسيح تحصرنا بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك أنا بتطمن قلبي متطمن أصل إلهي ما بيرجعش في كلامه أبدا إلهي سهران سهران عليك سهران عليك أشكرك صوت النعمة والرحمة اتركها هذه السنة أيضا ما بتفشلش فينا أبدا ده اللي بيطمننا بعمل قليل وعارف إن الكتير في إيدك قليل وعارف إن الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن إنما عليك بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن إنما عليك أنا مطمن أنا مطمن أنت سهران عز الرعاية أنت أكبر وأنت أأمن وصول السائر للغاية أنا قولها بثقة وإيمان إنك سهران عز الرعاية انت كبر وانت امن بوصول السائر للغايه الشمس انغابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طلّى فيا الشمس انغابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طلّى فيا انا مطمن انا مطمن يا ناس الليل في اخره واذا كنت فيه ابا حنين كل الازمات انا مطمن انا مطمن يا ناس الليل في اخره واذا كنت فيه ابا حنين كل الازمات يمر مش متفق
مستجي في الغربة بشي ده السيد قال في العالم هيكون ليكم دي لكن أنا غلبت العالم مش متفاجئ في الغربة بشي ده السيد قال في العالم هيكون ليكم دي لكن أنا غلبت العالم اطمن أصل هو هو الحامي ورب العيلة أنا رافع إيدي بصلي لي لكن هو شايل الشيلة أنا مطمن أنا مطمن هو الحامي ورب العيلة أنا رافع إيدي بصلي لي لكن هو بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة ينجدني الله بيدعمني هو بنفسه وفي وقت الأزمة ينجدني وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني مش حاجة اطمن طبعا طبعا بطمن والجاي 2022 مش حاجة طمن طبعا طبعا بطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي ده اللي معايا قولها بثقة وإيمان سيد الأقوى ده اللي معايا ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد ما تقولش بقى ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايل كن كله وعارفها بأصغر تفصيلة مش حاجة طمن طبعا طبعا بطمن والجاي طبعا طبعا متأمن مش حاجة طمن طبعا طبعا بطمن والجاي طبعا طبعا يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وأحقلها بإيمان وثقة أنا مش وحدي اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا نورك نور أراضينا يا ليك المجد ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجتني نورك نور أراضينا يا عجيب وهنفضل تعالوا نقف ونسبحه نرفع راية إنجيلك يا عجيب ليك المجد يا
فدينا اتجسدت وجيت لينا نورك نور أراضينا يا عجيب وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك نرفع راية يا عجيب يا عجيب يا مشي يا إله يا قادر يا أبا أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قادر يا أبا أبدي يا رئيس السلام أنت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم فيك الحب انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقه بتردد يا عجيب انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم ليك الحب يا يا عجيب يا مشير يا إله يا قادر يا أبا أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قادر يا أبا أبدي يا رئيس هللويا مبارك اسم الرب لابد كل سنة طيبين هللويا يسوع جميل خلى حياتنا كلها أعياد وأفراح هو تفتكروا الناس بتفرح في العيد عشان العيد في ناس كتير على فكرة في عيد كئيبة لكن حبيبي مبارك اسمه لما جه وصل أرضنا ونور حياتنا ملى حياتنا بالفرح وبقى كل أيامنا أعياد ليسوع فاحنا مش عندنا عيدين في السنة على فكرة لكن كل يوم عيد مع يسوع من يقول أمين معايا وهو عايزك فرح دايما على فكرة في واحد بس ما بيحبكش فرحان ولما في واحد كده لما يلاقيك فرحان يتضايق ها بليس كده مش عايزك فرحان عايزك متنكد ولما يلاقيك متنكد ينبسط بس احنا مش هنبسط إبليس على فكرة باسم الرب يسوع احنا هنفرح بإلهنا وهنغني ليه وهنرنم ليه وهنعبده هو سر أفرحنا وسر حياتنا وسر وجودنا أنا متعود كل سنة بقالي سنين على القصة دي تقريبا في الكنيسة أنه الوقت اللي قبل الأعياد ده نبقى عندنا قلب جميل نصلي فيه لأجل ناس بتبقى شوية في الأوقات ده بتعدي بوقت مش سهل بسبب انتقال أحباء بسبب ظروف صعبة وأنا ببقى نفسي يبقى عندنا القلب بتاع أفكر في اللي حواليا حقيقي أفرح بس كمان أشارك إخواتي المتألمين أني أصلي لأجلهم وأن رب يدي ليهم نعمة وتعزية أنا نفسي ناخد دقايق قبل ما أقول لكم هنعمل إيه في وقت الاجتماع أنه اجتماع مختلف النهاردة عن كل الاجتماعات فبس هقول لكم عايز نتحد بجد جوه قلبي قوي أن نلاقي كده الكنيسة بتعمل صرخة مش بس اللي نعرفهم لكن كمان في ناس بتتابعنا من أماكن كتير في العالم هنرفع إيدينا أن رب يرسل سندة وتعزية ونعمة ويفرح القلوب وشدد النفوس وأنه ما بقاش وقت انحناء لكن وقت تشجيع ورفعة غير عادية بروح القدس مين عايز يصلي معايا الصلوة دي يلا نغمض عيننا يلا كلنا نتحد ارفع ايديك كأنك بتشاور بيها بإيديك دي المرفوعة بتوصل لناس في أماكن مختلفة في العالم في الصعيد في الدلتا في قرايب في أصدقاء قول تعزية غير عادية بروح القدس سندة إلهية غير عادية يا رب قوة خاصة الآن تصل بيها لقلوب أحباء يا رب الوقت ده بيعبر عليهم بيبقى مليان ألم ذكريات تحديات سندة 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 قوة بالروح القدس غير عادية رفعة إلهية سماوية عجيبة باسم الرب يسوع أنت اللي تشدد النفوس يا رب أنت سر الحياة وسر التعزية سر الفرح فارسل تعزية ارسل سندة ارسل قوة فرح كل قلب الإبليس رامي عليه كآبة
باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أنت تأتي بمجدك، بنورك، بحضورك، بنعمتك يا رب على كل شخص، على كل بيت، على كل أسرة. كل أسرة كده الوقت ده ممكن يكون فيه تعب، تعالى زور البيوت دي يا رب بزيارات مليانة بالراحة، مليانة بفرح، مليانة بتعزية، مليانة بقوة، مليانة بنعمة. تعالى بزيارات إلهية غير عادية يا سيد الرب في اسم يسوع، تنعش القلوب، تشدد النفوس يا رب في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. نعمة 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 يا رب لكل حد الوقت ده في تحدي كبير لانتقال حد من الأسرة. نعمة نعمة غير عادية، غطي كل أخت وكل أخ يا رب، كل أم وكل زوجة وكل زوج وكل ابن يا رب. العائلات كده تتغطى دلوقتي، تتغطى بنعمتك في اسم الرب يسوع. حضورك دلوقتي يكسر الكآبة اللي كأن إبليس عاوز يدوس بيها على بيوت وأشخاص، تتكسر كل كآبة باسم الرب يسوع المسيح. العدو ما يحطش رجليه ويستغل الأحداث دي ويكسر قلوب ناس وياخد كده مجرى وقت في حياتهم بكآبات بأحزان باسم الرب يسوع. أجواء البيوت دي تتفتح باسم الرب يسوع، وحضورك بالفرح والسلام والنعمة يملأ كل قلب وكل بيت في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا. يا رب بغطي كمان بيوتنا بدمك في هذه الأيام يا رب، تحفظ بيوتنا وعائلتنا بدمك يا رب، حماية سماوية، حماية علينا من كل أمراض، من كل أخطار يا رب. لا تسلف فرحتنا باسم الرب يسوع. شعبك لا يكون إلا فرحا يا رب، ولادك لا يكونوا إلا فرحين بشخصك يا رب. غطي الأوقات دي بنعمة غير عادية يا رب، انزع كل أمور متلخبطة، وأصلي الأوقات دي تكون أوقات سلام وإصلاح لعلاقات متلخبطة، وفي علاقات مكسورة تتشفي هذا الأسبوع يا رب. يبقى وقت ده عيد بجد فيه شفية علاقات مكسورة، أزواج وزوجات وإخوات مع بعض وعلاقات مقطوعة بقالها سنين تتشفي باسم رب يسوع خلال هذا الأسبوع. فلا يكون كل شخص وكل بيت إلا ممتلئين بالفرح في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. مبارك اسمك لأنك بتعمل بقوة غير عادية، لكل المجد. آمين. هاليلويا هاليلويا. مبارك اسم الرب. تعودنا برضو حاجات اللي بنعملها ككنيسة، الحد الأول دايما يبقى عندنا تقدير وشكر وامتنان للناس اللي بتخدم معانا طول السنة. فهو حد مميز بالنسبة لي، أنا ببقى دايما شاعر بامتنان لكل حد فعلا من إخواتي في الكنيسة وكل الخدام وكل الناس اللي بتشارك. وهعمل كده بعد وقت، لكن النهاردة كمان هنعمل حاجة جميلة. هيبقى وقت الكلمة عبارة عن وقت متقسم إلى ثلاث أقسام، وهيبقى فيه ثلاث موائد يعني، فاستعد تاخد وجبة دسمة كده حد الأمين معي. فهيبقى فيه ثلاث تأملات كده عن الميلاد. هنبدأ الأول مع خادم الرب معنا في الكنيسة والعامل معنا أخ عادل عبد الله اللي بيخدم معنا في الكنيسة لسنوات، وبركة كبيرة في وسطينا ونافع ومؤثر في تنوع كده الجوكر بتاعنا في حاجات كتيرة في الكنيسة. فالرب هيستخدمه دلوقتي وهو بيشاركنا في أول تأمل عن الميلاد، وبعد كده الأسيس ماجد كمان هيشاركنا بتأمل عن الميلاد، وبعد كده هختم التأمل الثالث معاكم. تفضل يا اخي عادل. خلينا نرحب بالاخ عادل هو بيشاركنا بالتعامل. كل سنه وحضراتكم طيبين. مبسوط قوي ان اكون في بدايه العام الجديد معكم، واحنا بنحتفل بعيد ميلاد رب المجد، ميلاد المسيح العجيب الفريد، الميلاد اللي قسم التاريخ قسمين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. حقيقي هو ميلاد فريد جدا، ميلاد عجيب جدا. وهقول سببين ليه أنا بقول إن هو في أسباب كتيرة جدا، بس أنا هركز على سببين ليه هو أنا بقول إنه ميلاد فريد وميلاد عجيب.
اولا لانه ميلاد عذراوي، يعني ما جاش نتيجه تزاوج طبيعي، رجل تزوج بامراه فانجبه، لا، ميلاد الرب يسوع مش كده خالص، مش طبيعي، عشان كده هو ميلاد عجيب وفريد. لم يحدث ولن يحدث مثل هذا الميلاد، ما حصلش قبل كده ومش هيتكرر تاني، الميلاد العجيب الفريد دوت. في آية في أشعياء: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا. قبل ما جيء الرب، قبل ما يتم هذا الكلام بحوالي 700 سنة، والآية دي وقفوا عندها رجال الدين اليهودي وكانوا محتارين قوي، وحبوا يساعدوا ربنا. هو في عذراء تحبل وتلد يعني؟ وحبوا هم بالمفهوم البشري انه يلاقوا حل للآية ديت، قصدي ده ضد المنطق وضد الطبيعة. فقالوا: طب ايه رأيكم ما نكتب ها صبية تحبل وتلد؟ صبية ممكن تكون صبية متجوزة، فهم عايزين يساعدوا ربنا يطلعوا من المأزق ده. ما يعرفوش ان الله لما بيقول حاجة هو قادر ان يتممها، قادر. عشان كده ميلاد الرب يسوع المسيح تمم النبوة دية اللي من 700 سنة، ميلاد عذراوي لم يحدث ولن يحدث مرة تاني. لكن هقول ليه كمان هو ميلاد فريد وعجيب. في لوقا 2:2 لما راحوا المجوس أورشليم وابتدوا يسألوا، سألوا السؤال دوت، وكلنا بنقرأ كتير وبيمر علينا مرور الكرام كده: أين المولود ملك اليهود؟ أين المولود ملك اليهود؟ قرينا الآية دي كتير وسمعناها كتير، لكن عايز أسألك النهاردة وأسألك: هو في حد بيتولد ملك؟ في حد بيتولد ملك؟ ده حتى في الأنظمة الملكية في بلادنا العربية وفي أوروبا والعالم، ابن الملك لما يتولد ما يبقاش ملك، أقصى صفة ياخدها أمير، ولما يكبر وهو اللي هيورث يبقى ولي العهد. مفيش مولود يتولد ملك أبدا إلا هذا الشخص الفريد العجيب، هو الملك. أين المولود ملك اليهود؟ عشان كده هو مولود فريد من نوعه، لأنه مش مولود عادي، ده ملك الملوك ورب الأرباب. هقرا معاكم شاهد في إنجيل متى 1 ومن عدد 21. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. هنا في الآية دي بنلاقي اسمين للمولود دوت: ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، وفي النبوة بيقول تلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. انا هتكلم على الاسمين دول باختصار شديد جدا جدا عشان اسيب الوقت الباقي حضرات الاسس. هاخد الاول عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. دي اول كلمه عايز اقف فيها معاكم، وعايز اقول النهارده بكل امانه، بكل امانه، ان أشد احتياج وأول احتياج وأهم احتياج للناس إن هم يشعروا إن الله معاهم. في احتياج شديد جدا للناس إن هم يشعروا ويحسوا إن الله معاهم. هنا اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. في أشعياء 9:6 لأنه يولد لنا
ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبدي الرئيس السلام. ركز في كلمتين، يعني في كلمة في الآية دي وفي كلمة في الآية اللي هقراها المرة الجاية. يولد لنا ولد، يولد لنا، يولد لنا، ولو بصيغة الفرد أقول يولد ليا. المولود ده اتولد ليا، يولد لنا، اتولد ليا، ده عشاني. وفي الآية في بشارة الملاك في إنجيل لوقا 2:9 من عدد 9 يقول إنه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. يبقى في الآية الأولانية ولد لنا، وفي الآية الثانية ولد لكم. ده معنى إيه؟ عمانوئيل الله معنا. عايز يقول ده بتاعي، ده اتولد عشاني، ده جه الأرض عشاني، ده في صفي، ده عم منوئيل، ده الله معانا. عايز أقول لك النهاردة، هقول لكل حد، الله معاك، الله معاك. يشوع بعد موت موسى، كان امبارح الخلوة في الكنيسة، يشوع 1، موقف صعب جدا على يشوع خادم موسى، فجأة ملقاش موسى، وفجأة الرب حمله بالمسؤولية قيادة الشعب ويوزع الأرض عليهم. لكن قال له كلمات فرقت قوي امبارح وانا بقراها. قال له كما كنت مع موسى أكون معك. والنهاردة الرب بيقول لك كما كنت مع موسى أكون معك. أنا عايز أطمن كل حد موجود النهاردة في القاعة، عمانوئيل الله معانا، الله معاك، مش هيتركك أبدا، ومش هيسيبك، ومش هيتخلى عنك أبدا. هو اللي وعد وقال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقطاع الدهر. الرب معاك، ما تخافش. مش حاجة تطمن زي ما كنا بنرنم، مش حاجة تطمن ان الله خالق الكون، ضابط الكل، صاحب السلطان، اللي في ايده قلوب الملوك كجداول المياه، يقولك انا معك، انا ليك، انا في صفك، انا جيت الارض عشانك، انا جيت الارض عشانك. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. لكن الكلمة الثانية أو الاسم الثاني بسرعة، فستلد ابنا ويدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. الحقيقة ده الهدف الأسمى والهدف الرئيسي اللي من أجله تجسد الرب. اتولد عشان يخلص شعبه من خطاياهم. في غلاطية 4:4 خلينا نطلع الشاهد ده. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا، مولودا، المولود اهو اللي احنا بنحتفل بميلاده، من امرأة، مولود تحت الناموس. ليه؟ ليه أرسله؟ ليفتدي الذين تحت الناموس. يبقى أنا لو حامل سين سؤال، لماذا جاء الرب يسوع؟ لماذا اتولد الرب يسوع؟ يبقى يجيب جواب على طول مباشرة، جاء عشان يموت، اتولد عشان يموت. النهاردة وإحنا بنحتفل
بعيد ميلاد الرب يسوع المسيح، وفي نفس الوقت بنتقدم على المائدة. عايز أقول لك إن موكب الخلاص وموكب النصرة ابتدى بالميلاد. ابتدى بالميلاد. الإنسان كان واقع في مشكلة كبيرة جدا بسبب الخطية، ومش لاقي لها أي حل. لكن بميلاد الرب يسوع المسيح اتوجد الحل. يدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هو ده الحل. هو اتولد من امرأة تحت الناموس ليفتدي، يقدم فداء. اتولد عشان يفديني ويفديك ويفديكي. اتولد عشان يموت لأجلي ولأجلك ولأجلك. ده الهدف الأسمى من ميلاد الرب يسوع المسيح. قبل الصليب كان ناظر إلى أورشليم، عارف هو رايح يعمل إيه، هو جاي لإيه، الهدف اللي من أجله جه الصليب. اتولد عشان يموت بدلا مني وبدلا منك وبدلا منك. وإحنا النهاردة بنتقدم على مائدة الرب، بنتذكر موته لأجلنا. عايز أقول إن الميلاد هو ده البداية، بداية الخلاص من الخطية. ويدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عمانوئيل الله معانا، ويسوع خلصنا من الخطية. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد إني نشكر الرب كتير من أجل فدائه وخلاصه لينا وتحريره لينا. كمان نبقى مطمنين قوي ان احنا مش متروكين ومش متسابين، لكن في اله قدير. وعارفين الخلاصة اللي الناس بتقولها كده، خلاصة الموضوع كله، اذا كان الله معنا فمن علينا. هتقولي تاني بقى، هتقولي تاني. انا النهاردة بقول لك الله معاك، الله معاك، الله معانا. خلاص، ان كان الله معنا فمن علينا. امين. ربنا يبارك. هللويا. هو معانا، وطول ما هو معايا تعرف تكمل. وانت رافع عينك لفوق تلاقي نفسك مبسوط وفرحان. لقى اتنين شخصية من شخصيات الميلاد الجميلة قوي، واللي بتعلمنا درس حلو قوي. لانه في الايام الاخيرة بتقابل ناس كتير يقولك انا عجزت، انا كبرت، انا مش قادر. مش عارف كم حد بيقول خلاص خلصت. لقى 2 وعدد 36 نبية جميلة قوي يقولوا كانت نبية حنة بنت فانوئيل من سبط أشير. وهي والكتاب يسرد عنها، ما يقولش ويسكت وخلاص ويقول مثلا إنها منتظر الرب، لا. وهي متقدمة في أيام كثيرة، يقول قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكريتها. وبعد كده حصل إيه؟ عدد 37، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل. بتعمل إيه جوه الهيكل؟ ما بتقولوش خدني، ما بتقولوش خلاص خلصت، جوزي مات خدني. لكنها عاملة حاجة جميلة قوي، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح للرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. حنة نبية جميلة قوي، وحنة معناها حلو قوي. المعنى الأول لها حنون، أو لها معنى تاني جميل جدا نعمة. ونعمة بتعني معنيين حلوين. المعنى الأول والجميل قوي اللي يتكلم عنه مثلا بالنعمة أنتم مخلصون، العطية المجانية من الإله العظيم لإنسان لا يستحق مثله. والنعمة دي يقول عنها كمان بولس الرسول قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. معنى اسم حنة معناها نعمة، وكأنها بتتنبأ وهي كانت بتعمل كده عن الفادي المخلص. بس دي فيها حتة جميلة قوي، ان هي كلمة نعمة كمان ليها معنى تاني في اللغة اليونانية،
قمة الجمال وذروته. فاللي بيتملي بالمسيح مليان بالنعمة. لما يتقال عن الرب نفسه انسكبت النعمة على شفتيه، ويتقال عنه مملوء نعمة. يعني ايه مملوء نعمة؟ مملوء الخب الخلاص ده أكيد لكل الناس، لكنه مملوء جمالا. الحاجة التانية كمان، مين باباها؟ بنت فانوئيل. حد يفتكر أول مرة فين فانوئيل في الكتاب المقدس؟ المقابلة مع يعقوب، ويعقوب سمى المكان فانوئيل. ليه؟ قال لأن أنا شفت ربنا وجها لوجه. أنا شفته، وهي معناها كده وجه الله، حضور الله. واضح أنه اسمها مع اسم أبوها كانت معجونة في حاجة جميلة قوي. وفي الميلاد بتقول لي وبتقول لكل حد فينا، خليك مليان بالنعمة المخلصة وخليك في الحضور الإلهي. وكمان هي جميلة قوي أنها من سبط أشير، وأشير من ضمن المعاني معنى بتاعه مغبوط أو سعيد فرحان. فواضح أن العيلة دي جميلة قوي، مليانة بالنعمة وتاني في الحضور الإلهي وفرحانة. هو ده اللي بيديه الرب. ده هي كشخصية بقى مليانة، حطت عينيها على الرب حتى بعد وفاة جوزها. 84 سنة قد يكون عمرها كله، وقد يكون بعد جوازها. وكمان يعني مثلا يمكن يكون عندها مثلا جوزت 17 18 20 مثلا، وسبع سنين ضيفوا على ال 84 100 وشوية. أو يكون زي ما مكتوب في الكتاب المقدس 84 سنة. 84 لو خدناها نفس الموجود كده عابدة. وهي عابدة بتعمل إيه؟ ولما يتقال عنها أنها نبية بتتكلم عن مين؟ كل حد فينا النهاردة بينفع نكون زي حنة النبية، بتكلم عنه، بحكي عنه إنه قرب يجي. والمايدة بتفكرنا، مش عارف كم حد بيتناول ما بيعملش الحتة دي، كلما أكلتم وشربتم تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. حنة كانت عمالة تخبر، بس بتخبر عن إيه؟ عشان الوقت بتاعنا. وكمان نكمل مع جناب الأسيس ونسان في الوقت الكلمة اللي جاي، بيقول وقفت تسبح. 84 سنة هي عابدة بصوم وصلاة. بتصوم وتصلي ليه؟ كانت بتعمل ايه؟ طلبات. بتطلب من أجل مين؟ ممكن تكون بتطلب من أجل المسيح المخلص، ممكن، ممكن تكون بتطلب من أجل كل الناس اللي جاية الهيكل. تخيلت كده إنها موجودة، الناس عرفوا إن الست دي نبية ومصلية، كل اللي عنده حاجة يروح يقول لها صلي لأجلي. وهي شغالة تعمل ايه؟ ليل ونهار بحسب ما بيقول الكتاب. انا ما اعتقدش انها كانت ساكنة في حتة بعيد عن الهيكل، قد يكون جوه الهيكل قاعدة ليل ونهار رافعة ايديها للرب. مش عارف كانت بتعملها ازاي، يمكن حتى لما كانت بتنام بتتقابل مع الرب تتحكي معاه، لانها كانت نبية. لكنها كانت دائما عم مليانة بالروح القدس. وانا بقول الحته ديت، وجودها في الحضور الالهي وعينيها على الرب اللي عابد والمصلي دائما والمسبح. بقى المسبح هنا اللي رفع عينه على الرب. ايه الفرق بين التسبيح والترنيم؟ في الترنيم انا بحكي له عن ظروفي ومشاكلي وضغوطي، في التسبيح انا رافع عيني عليه، وبطبعي ده بشاور على ايه؟ عليه هو. فاقول له انت قدير، انت قدوس، انت تقدر، انت تستطيع كل شيء. وانا وبسبحه حالتي تتبدل، عشان عيني اتحطت على مين؟ عليه. ف84 سنه ما قالتش الحته ديت. فتعالوا بكم بقى، عملت حاجه تانية، وده اللي قلبي مليان بيه النهارده. والفكره الصغيره من خلال حنة النبيه بيقول كده في عدد 38، فهي في تلك الساعه وقفت تسبح الرب، حط عينيها على مين؟ وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين. واضح ان هي اول المنتظرين لمجيء المخلص ومجيء المسيح. وده حسيته للرسالة اللي على قلب النهاردة عن انتظار الرب. بتدي رسالة بتقول ايه؟ انتظر الرب واصبر له. اصعب حاجة في الحياة الانتظار. وفي الايام اللي احنا فيها اللي في كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة، عايزين حتى في علاقتنا مع الرب كل حاجة تبقى بسرعة، بس الرب ما بيتغيرش. فبيقول انتظر الرب واعمل ايه؟ هي فضلت صبرة كام سنة. تخيلوا مثلا لو قلنا ان الفكرة اللي هي بعد ما اتجوزت بسبع سنين، 27 سنة مثلا، لو قلنا اتجوزت 20 21، 28 سنة، وبعد 28 سنة راحت قعدت في الهيكل.
سنين قعدها مستنية إيه؟ ما ملتيش من الانتظار، أنا مستنية هيجي. ودي الحتة المهمة قوي من سنين قريتها، إنه انتظر الرب جت في القاموس الأمريكي أو الترجمة بيقول أن تظل ساكنا إلى أن يحدث شيء. أنا حطيتها مع الصلاة، أن تظل مصليا إلى أن يحدث شيء، وعملتها حنة النبية. فضل بتصلي مستنية تشوف المسيح، تشوف إيد الرب. كم حد النهاردة مل من الانتظار؟ عارفين لما نمل بيعمل إيه؟ بندور على الحلول، بندور على أي حاجة تانية. الرب طول قوي، ما بيطولش في وقته، وقته هو هيسرع بيجي في توقيته. والمؤمن الشاطر اللي يظل مسبح رافع عينه لفوق ويقول له أنا مستنيك، أنا منتظرك، هتيجي هتيجي، أنا متأكد أنت هتيجي، هيحصل حاجة. واللي يفضل منتظر، مزمور 27 بيقول له انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، يروح مكرر ويعمل ايه؟ وانتظر الرب. كل ما تستنى الرب، تعال نقرا الشهد الاخير ده ونصلي مع بعض. اشعياء 40، اشعياء 40 وعدد 31 بيتكلم اما منتظروه الرب. عارفين اللي يفضل مستني ومنتظر الرب يحصل له ايه؟ تعال ناخدها كده نقرا. اما منتظروه الرب هيعملوا ايه؟ واحد، هتجدد قوه. اتنين، هو النسر بيطير فين وفين تاني؟ في القمة. أما منتظروه الرب دايما، الرب يخليك لما أنت تخليه هو رقم واحد، يخليك أنت كمان رقم واحد في شغلك، في بيتك، في حياتك، في علاقاتك. طول ما هو يكون رقم واحد أنت كمان هتبقى واحد. أما منتظروه الرب هيجددون قوة، قوتك الروحية ضعفت، يجدد قوة. اتنين، يرفعون أجنحة كالنسر، تحلق في الأعالي في الأفاق الروحية. ينفع رب ينقل حياتك في 2022 تجري من بطنك أنهار ماء حي، أنهار الروح القدس. رب يكون بينقل علاقتك بيه هو شخصيا، بيقول يرقدون، هيجروا روحيا، هتجري وتكمل، ما يحصلش الكلل والملل، ما يحصلش نقول مش قادر أكمل في علاقتي مع رب. لا، هيجروا ومش هيتعبوا، يمشون، ما فيش مرض روحي، بمعنى مش هتحصل حاجة لأنك باستمرار في الحضور الإلهي، بالاستمرار أنت منتظر رب حاطط عينك عليه. فأول ما يحصل فيروس يخش تروح رايح له، يعمل إيه هو؟ يجدد ويغير ويشفي. أرسل كلمته، على فكرة الشفاء ما كانش بيتكلم عن الشفاء الجسدي، كان بيتكلم عن شفاء من الخطية. ينفع النهاردة لما بعرف أقعد قدامه وأكون منتظره حياتك تتنيل. تيجي نصليها عشان الوقت بتاعنا. تعال نصلي، تعال نرفع عينينا عليه، هحط عيني عليك، هجدد قوة طول ما أنا منتظرك مع حنة النبية اللي نالت انتظارها، اتقابلت معاك، بتتكلم عنك، بتسبحك، بتعظمك، بتمجدك. هللويا 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 هللويا. انتظارا انتظرت الرب فمالا. أيوة، بميل ليك النهاردة ويسمع صراخك، حط عينه عليك. كلمات الترنيمة اللي بتقول يا ضامن حلمي وياك آتي ليك بخشوع، أنا جاي لك النهاردة، أنا منتظرك، أنا مستنيك، حاطط عيني عليك. مين النهاردة كل ومل؟ مين قال أنا تعبت؟ مين هنا قال خلاص أنا كبرت راحت عليا؟ حنة النبية بتدي رسالة بتقول لا، ينفع تكمل صلاة، ينفع تكمل عبادة، ينفع تكمل تسبيح، ينفع تكمل النهاردة وانت ساجد قدام الرب، ينفع 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 تحصل نقلة في حياتك وانت ساجد. وقفت تسبح، بتتحدى كل الأمور الجسدية والأمور الأرضية يلي بتقول خلاص. موسى قال 70 ومع القوة 80، هو نفسه كمل 120 سنة بقوة الرب، كمل بحضور الرب بقوته وبسلطانه. هو يقول إن الحاجة الطبيعية ممكن يحصل فيها دي، لكن السماء ينفع تقول حاجة فوق الخيال، فوق المتوقع. أما منتظروا الرب في نوعية معينة قاعدة مستنية منتظرة، تحط عينك عليه، تحط ثقتك فيه.
حط عيني عليه. هللويا هللويا. يا ضامن حلمي وياك آتي ليك، أنا جاي لك بكل خشوع وانتظار ليك. جدد يا رب النهاردة، جدد يا رب النهاردة. كل حد احتاج لك، مشتاق لك، كل حد نظر إليك يستنير يستنير يستنير، نور جديد يحدث. هللويا. تيجي بقوتك على كل حاجة يا رب، تيجي بقوتك على كل حد يا رب، تيجي بقوتك على كل منتظريك يا رب. أما منتظرو الرب، كل اللي حطوا ثقتهم ورجائهم فيك، هتظل عابد الرب ليلا ونهارا، ولما عينينا تنزل من عليه هو، ولما عينينا تتحط على أي أمور تانية، تلاقي بقى الأمراض النفسية الجسدية والأمراض الروحية والفيروسات الروحية اللي تدخل لذهنك ولفكرك، وتبدأ تقول رب طول، رب استنى، طالت علينا قوي، التجربة تقيلة عليا قوي، تقعد تقول كلام صعب. لكن لما ترفع عينك وتفتح كلمته الحية، نور كلامه ينور، تتملي بإيمان، تتملي بإيمان وثقة. هللويا. أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش وجوع. يا ضامن حلمي وياك آتي لك بخشوع، قدس أحلامي في رضاك ربي يا يسوع. يا ضامن حلمي وياك آتي لك بخشوع، قدس أحلامي ربي يا. ارفع عينك عليه وقوله انا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش وجوع. انا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش وجوع. انتظارا انتظرت وعودك لي، فتعال يا رب نهضة فيها. انتظارا انتظرت وعودك ليا، فتعال كما شئت بنهضة فيها. أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش وجوع. أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك. يا مالي نفسي، يا مالي نفسي سلام، مهما العدو نصر فيك، ثابت لا يزول. يا مالي نفسي سلام، مهما العدو يقول، نصري فيك على الدوام، ثابت لا يزول. أنا وحدك وعيني عليك بعطش وجوع. أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك. انتظارا انتظرت الرب، انتظارا انتظرت وعودك ليا، فتعال كما شئت بنهضة فيا. انتظارا انتظرت وعودك ليا، فتعال كما شئت بنهضة. أنا مستنيك، أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش وجوع. أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش وجوع. يا رب أنا بصلي إنك بتشدد كل منتظريك، يدينا القوة والنعمة نكمل وإحنا منتظرينك، حاطين ثقتنا ورجائنا وإيماننا بيزيد فيك أكتر وأكتر، في اسم المسيح أمين. نفسي
نكمل. هنعمل زي حنا، عايزين نسبحه في الدقيقتين دول، هدعوكم نقف، عايزين نعمل زيها بالظبط ما عملت. ما تبصش على حد غيره، غمض عينيك حتى من عندنا على المنبر، حتى العزيفة والمسبحين، عايزين ننسى أي حاجة بتحصل حوالينا ونبص عليه. وخلي فمك ينطق بكلمات تعظيم لي، خلي روحك تخرج منها كلمات تسبيح. عظم الرب، عظم الرب، عظم الرب. قول هللويا لي، قول مبارك اسمك، قول له مستحق الإكرام والسجود. هي وقفت تسبح، احنا واقفين نسبحه دلوقتي. يلا ما تطلبش لو سمحت ولا اي طلبه، ولو انا نفسي اشارك اللي بتابعونا، ما تطلبش، لكن ارفع ايدك وقول له مستحق الاكرام. بص عليه كانك عينك جايه عليه دلوقتي، ها عينك جايه عليه. بص عليه، بص عليه، بص عليه، قول له ما امجدك، ما اعظمك، انا عايز اسبحك زي ما حنا وقفت تسبحك وتعبدك ليل ونهار، انا عايز اقدم السجود ليك. هللويا. مستحق الإكرام، مستحق السجود، مستحق العبادة، مستحق أن يأخذ المجد وحده. هلل لي، قول هللويا لي، قول له أنا عايز أديك المجد لأن منك وبك ولك كل الأشياء، مستحق وحدك أن تأخذ المجد. هللويا. يلا أنت شايفه دلوقتي، أنت شايفه دلوقتي، أنت واقف قدامه، واقف قدام العرش، أنت واقف قدام العرش هذه اللحظات، واقف قدام العرش، فهلل، فعظم بكلماتك، بألسنة، بنغم، نغم، نغم لي الإكرام والسجود لك وحدك. هللويا، هللويا. يسوع، 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 يسوع. هللويا. قول يسوع مبارك اسمك، عينك بص عليه، افرح بيه وتهلل بيه. ورش قدر السلا لا 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 لا، برشي قدر. ما أمجدك، ما أمجدك، ما أمجدك. يسوع، 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 يسوع. هاليلويا، 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 هاليلويا. ما أمجدك عظيم. هاليلويا. استحق وحدك. شاور عليه، جالس عن يمين الأرض، لك المجد والسلطان يسوع. يلا ارفع ايدك وشاور عليه، سبح. الحامل المذبوح، الجالس عن يمين بكل قلبك، لك المجد والسلطان يسوع. هلل يسوع، يسوع، يسوع. مستحق يا سيدي، مستحق يا سيدي. هللويا. يسوع، قل له اسمك عالي، اسمك عالي فوق الكل، فوق كل ذي سلطان، ليس لعظماتك استقصار. هللويا. اسمك عالي فوق الكل، نعم، فوق كل ذي سلطان، ليس لعظماتك استقصار. انت الاسم العظيم ده وتغنى. يا يسوع حبيبي، يا يسوع سيدي، يا يسوع ربي وإلهي، يا يسوع ملك حياتي، يا يسوع، يا يسوع، يسوع، يا يسوع، يا يسوع. كل من في السماوات
هللويا 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 بنحبك بنعبدك هللويا اسمك عالي فوق الكل انت مرتفع فوق الجميع الكل بيخضع ليك يا من ذبحت واشتريتنا لك الاكرام وحدك لك السجود هللويا 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 نتغنى بيك انت اغنيتنا ترنيمتنا نشيدنا هللويا مبارك اسمك الابد مبارك اسمك الابد يا روح الله علمنا نقدم عباده وتسبيح للملك المستحق كل العباده او هللويا يا رب اصلي هذا العام نقله لينا في التسبيح والعباده نعرف دايما نبقى في العرش امامك ونعبد ونسجد ونشغل بيك وعننا ما تشوفش غيرك هللويا بك نحيا ونتحرك ونوجد هللويا انت حياتنا انت حياتنا انت مجدنا ترافع رؤوسنا انت وحدك وليس سواك اشكرك 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 في اسم يسوع امين 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 هللويا هللويا امين هللويا 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 سفر اشعياء صح 9 عايز تاخد المشاركه الاخيره تعالوا نقرأ الأعداد الأولى مع بعض من سفر أشعياء أصحاح 9 واحدة من المقاطع اللي فيها نبوة عن ميلاد المسيح ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور أكثرت الأمة عظمت لها الفرح يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة عدد 6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا آمين هاللويا لو حد خد باله منكم القراية في الكتاب الدقة فيها مهمة قوي أول عدد ولكن لأنه الكتاب في بداية الكتابة ما كانش مترقم بأرقام لكن ده الأعداد دي تصنيع إنساني لكن الوحي كان على بعضيه ماشي لكن التصنيع ده 9 و8 وعدد 1 متقسمة عشان إحنا نعرف نقراها فولكن دي يعني مرتبطة بالإصحاح اللي قبله بيحكي بيقول ولكن طب الإصحاح اللي قبله بيحكي عن إيه بيحكي عن الشعب عايش في ظلام روحي رهيب احدى علاماته لو انت بصيت بس في الجزء الاخير احدى علاماته انه ما بيسألش الرب كان يروحوا للعرافين ويروحوا للناس اللي ليهم علاقة بأرواح الشر ويسألوهم لو معاك كتابك المقدس يمكن يساعدك يقول في عدد 19 هذه الكلمات وإذا قال لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع 8-19 والعرافين والمشققين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه
أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ بيروحوا يسأل الموتى عشان الأحياء. بعدين يقول لهم إلى الشريعة وإلى الشهادة وإن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يعني لو ما رجعوش لكلمة الله الشعب ده هيكمل فين؟ في ظلام، في ظلام. حياة الظلام اللي بيعيشها الناس هي بعد عن الله وعن كلمة الله، الكتاب المقفول وعدم وجود العلاقة الحقيقية العميقة مع الله. لأنه احنا هنحكي ده مع بعض، ده مرتبط بشعار السنة، حكي شكل العلاقة ايه، لأنه عندنا تخيلات ولازم نفهم الكتاب المقدس لما يتكلم عن العلاقة شكلها ايه، العلاقة دي وازاي فعلا نبقى في علاقة حقيقية، فنبقى في حرارة مشتعلين ومجد الرب يرى بقوة على حياتنا، وان كل اشكال اللي تعودنا عليها قبل كده لازم نعرف حقيقتها ووجهة نظر الرب عنها عشان نعرف ناخد وقفة ونتنقل نقلات غير عادية في هذا العام. أنا عندي إيمان في نقلات غير عادية. من يقول أمين؟ في حاجات هتحصل في أرواحنا قريب، الحق هيغير وحضور الرب هيغير في حياتنا. لكن هنا بيقول ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. كأنه بيقول أيوة هنعدي الضيق كناس موجودين على الأرض. ما ينفعش أقول في الأرض أنه أوعدك مثلا إن شاء الله 22 عمرك ما هتشوف ولا ضيق نهائي وهتبقى الدنيا جميلة وردية كده وما فيش ولا حاجة مش لطيفة هتحصل فيها. ما داش أقول كده، أبقى أنا شخص بقول كلام مش مظبوط لأني بقول عكس الكتاب. بس يقول لي في وعد هنا مهم، لا يكون إيه؟ ظلام. لأنه هي كارثة الظلام التي عليها ضيق، قد أعبر بوقت في ضيق بس منورة. تقول ليه؟ لأن يسوع مبارك اسمه، النور الحقيقي أتى إلى العالم فنور. عايز أركل الآية دي لأنها جميلة، من يوحنا أصحاح 1، عشان عايز أقول حاجة عن النور هنا هنعوزها على طول، بعد كده نحكيها في الأحداث القادمة إذا تأنى الرب في مجيئه. بص يوحنا أصحاح 1 يتكلم عن يوحنا ويقول عنه تعبيرات جميلة، أو عدد 6، يوحنا 1:6، كان إنسانا مرسل من الله اسمه يوحنا. إنسان يوحنا المعمدان كان إنسان ومرسل من الله. العيل بعدها بيقول إيه بقى؟ هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. عدد اللي بعديه تعبير جميل، لم يكن هو النور. أنا وإنتوا مش النور، مع أني أنا قايل في الاحتفال إحنا إشراقة مجد الرب هتضيء والناس اللي حوالينا يشوفوا النور ده ويتأثروا بيه ويتغيروا بيه ويمشوا بيه. بس خلي بالك إحنا مش النور، إحنا مش مصدر النور. مال إيه؟ بل يشهد للنور. إيه اللي بعدها؟ كان النور، قولها بقى معايا لو شايف على الشاشة، قولها معايا يلا. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. النور الحقيقي اللي عجيه أنار، بس أنار هنا أنا عايزكم تشوفوا التعبير ده، ينير إنسان الأول ينيرني من جوه. أصل الضلمة مش برة بس، ده احنا غلابة، كالضلمة جوه وضلمة برة. ضلمة جوه روحيا، في ظلام روحي، في فراغ روحي، في خواء روحي، في ضياع روحي رهيب. أنار حياتي نورها، لاشى سلطان الظلمة، قبضة إبليس عليها، ونظف الحياة من الظلمة وأعمال الظلمة. لأن الظلام الروحي وإبليس على طول، أول ما تلاقي فيه ظلام روحي تلاقي إبليس، ولما تلاقي إبليس تلاقي مع كل البلاوي بقى والشرور والدمار والخداع والكذب وكل الحاجات المدمرة والموجعة موجودة. أنار الحياة الداخلية، بس مش بس، لكن يقول الرسول بولس أنار لنا الحياة والخلود، نور حياتنا داخليا. ركز معايا هقولهم لك كده ورا بعض يلا. جوه يسوع لما يخش حياتك ينور جوه، لو بعدين وينور حياتك بره، لو بعدين ويخلي أبديتك منورة. فجوه منور وبره في نور، مفيش ظلام عليك، تمشي الدنيا فيها تحديات بس يسوع ماشي قدامك عابر أمامك منور الطريق قدامك، بيقودك بيعبر بيك بيخليك تدوس على التحديات وتعبر وتمتلك المواعيد. لكن كمان يقول لي
أبديتي منورة، لأنه على فكرة اللي عايشين في الظلام هنا هيروحوا للظلام أبدي، واللي يسوع نور حياتهم هنا هيروحوا إلى نور أبدي. مين يقول أمين معايا؟ فأنا مش مرعوب من الموت. ليه؟ لأني رايح لنور. يسوع أنار لنا الحياة وإيه؟ والخلود، مبارك اسمه إلى الأبد. فمسيح أنار حياتي وأنار أنار قلبي، أنار حياتي الداخلية يعني، وأنار حياتي الخارجية، وأنار أيضا أبديتي. فهنا يقول لا يكون ظلام التي عليها ضيق، ويكمل معنا. تعال نرجع تاني يلا للمقطع ده عشان نشارككم بالفكرة البسيطة ونصلي بيها قبل ما ناخد المايدة مع بعض. يقول لا كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. إيه معنى الآية دي؟ حقيقة قوية جدا جدا، حقيقة رهيبة. طب إيه المفهوم بتاع الحقيقة دي؟ ممكن تقراها ما تاخدش بالك منها ببساطة، ركز معايا كده نقولها بالراحة خالص. كما أهان الزمان الأول، لما أقول الزمان الأول يتحدث عن الماضي، فلو عايز تشيل كلمة الزمان الأول تقول الماضي. ماضي بتاع مين؟ يقول سبطين هنا، سبط زبلون وسبط نفتالي. ما لهم السبطين دول؟ التقسيمة بتاعتهم لما تقسم الأرض ليهم، مكانهم في شمال إسرائيل. طب وبعدين الموقع بتاعهم، الموقع بتاعهم كان موقع صعب جدا. لما يجي أي حد بيغزو أرض إسرائيل، المدخل الرئيسي يخش منين؟ من هناك. فهم أول خبطة ومرات ما يكملش لجوه، يخبط فيهم هم، فتلاقي الغزاة، الحروب، السبي، التعب، الألم، الخسائر، التهديد، المخاوف، المعاناة، المزلة. مين أكتر ناس عانوها؟ زبلون ونفتالي، جزء ده من شعب الله. فرب يقول بالنبوة زبلون ونفتالي ماضيهم مليان وجع وحزن وخسارة وسلب وذل وعار. الناس دي تعبت قوي، السبتين دول عانوا معاناة رهيبة. طب يا رب هتسيبهم كده؟ يقول لا لا لا، استنى استنى. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير. شيل الأخير واكتب المستقبل. هللويا. يقول لي حتى لو الماضي في إهانة، في ألم، في وجع، في مزلة، مش هيكمل كده. ليه؟ قال لأنه في حاجة هتحصل. الرب بيقول المستقبل بتاعك وبتاعك مختلف عن ماضيك. ودايما إبليس يعمل العكس. خلي بالكم في رسالتين، ركز معايا قوي عشان ده مهم جدا. ابليس دايما يقول لك بص على الماضي واللي انت فيه هتكمل طول عمرك كده. ابليس دايما يقول لك كده، اصل انت صعب، ماضيك صعب قوي، اللي عبرت بيه صعب، اللي انت اتمررت كتير، انت مش هينفع يطلع حاجه كويسه، خلاص غصب عنك انت هتعيش كده، انت ظروفك كده، عيلتك كده، جوازتك جت كده، سكنك كده، تحدياتك كده، اللي بتعبره بيه خلاص هي كده. بكره ايه يعني؟ لو فرجت شويه يمكن تتعزى شويه، تنبسط شويه، تنور حتتك، هتقعد طول عمرك كده. هذا كذب، دي رساله كذبه. ودايما احب اقول التعبير ده، ولو حد فيكم شاطر يعني على قد ما بيقدر يحفظ، دايما اقوله لا تدع ماضيك يحكم على مستقبلك. ليه؟ لان الرب عنده حاجه عجيبه جدا. الرب دايما يتكلم عن مستقبلك بمجد، بمجد غير عادي، ويقول لي على فكره مهما كان اللي عبرت بيه من الم، من خزي، من وجع، من ضعف، من خطايا، من تحديات، من صراعات، من ازمات، من سلب، قول لي الماضي، قول اي تعبير عايز تقول عن ماضيك، اديني اي اسم، اسم وحش طبعا مش عاجبك يعني، مش قول اي حاجه تعجبك. ده كان ماضي مش عارف ما ماشي، ده انا عانيت معاناه، تمام، ده انا خسرت، ده انا عرفت، ده انا شفت الذل، ده عيلتي طلعت عني، ماشي، ده مش عارف شفت، قول براحتك. البليس لعب فيا كوره، ماشي، الخطيه بهدلتني، قول كل اللي عايز تقوله عن ماضيك. النهارده في رساله مختلفه، بيقول لك الرب المستقبل سيكون مختلف تماما، أنا هصنع أمر جديد مختلف.
يكرم الأخير. هللويا هللويا. يقول لي المستقبل مليان إكرام. لو قريت التعبير ده مليان مجد. تعبير إكرام مجد. في مجد غير عادي. في مجد غير عادي لمستقبلك. لا مش هتكمل كده. لا مش هتكمل كده. ليه؟ لأنه رب شايف اللي انت عبرت بيه وعارف اللي انت عبرت بيه، وجاي يقول لك على فكرة ده مش دليل على انك مستقبلك هيبقى كده خالص، لأني أنا هعمل مستقبل مختلف، أنا هغير الصورة. طب تقول لي الكلام ده بجد حصل؟ يعني أقول لك آه، الآية دي اتحققت. عشان كده الآية دي ليه بقراها معك النهاردة؟ دي رسالة مشجعة جدا. الرب صانع ليك مستقبل مختلف. أنا قلت في الأول ما بحكيش إنه أيامك اللي جاي مش هيبقى فيها ضيق، أنا بحكي مستقبلك هيبقى مليان مجد إلهي غير عادي. مين يقول أمين معايا؟ بصوا تعالوا نبص نرجع تاني للآية وهنرجع نكمل. يلا بصوا تاني معايا. كما أهان الزمان الأول. يلا أنت شطار، يبقى الزمان الأول ده بيتكلم على الماضي والمعاناة اللي عاناها أرض زبلون ونفتالي. اليكرم الأخير قال هيحصل في المستقبل إكرام ومجد وتعويض غير عادي. طب بعدين يقول إيه؟ طريق البحر عبر الأردن جيل الأمم. هو إيه ليه بيقول الثلاث جمل دي؟ الحقيقة لأنه ده الأماكن، ببساطة جديدة بقى، ده الأماكن اللي المسيح لكل مجد سكن فيها وتحرك فيها. احنا عارفين ان المسيح اتولد في بيت لحم، وعارفين انه تربى في النصرة، بس الكتاب يقول تعبير تاني دقيق، وسكن في كفر نحوم. ولد في بيت لحم، تربى في النصرة، سكن في كفر نحوم. طب وده ايه؟ يقولك كل التعبيرات دي مهمة جدا، لانه التلت اماكن دي، ولادته، تربيته، خدمته وتحركاته، إقامته في وقت الخدمة في الثلاث سنين، كان المركز بتاعه كفر نحوم. هنا يقول تعبير، بص يقول إيه؟ عبر الأردن جليل الأمم. إيه جليل الأمم دي؟ يا أخي حاجة عجيبة كتاب مقدس، دقة متناهية. إيه جليل الأمم ده؟ الجليل كانت منطقة آخر فوق في الشمال، فيها جنبها أمم كتير موجودين، فالأمم دول اختلطوا باليهود في الحتة دي. الحتة دي اختلط فيها اليهود بالأمم، فاليهود لأنه كان عندهم الاختلاط بالأمم ده حاجة نجاسة، كان اليهود اللي مظبوطين بقى يبصوا على جليل الأمم ويشوفوه حقير محتقر. ليه؟ يقول لك اختلطوا بالأمم مش بيحبوه، ويقللوا من الناس اللي موجودين ويحتقروهم لأنه اختلطوا بالأمم. حبيبي وسيدي له كل المجد قعد فين بقى؟ وتحرك فين؟ في جليل الأمم، في المكان المحتقر ده اللي مش محدش بيفكر فيه، المكان اللي الناس شايفاه أنه مش كويس ده، أنه فيه أمم. وكأنه بيقول أنا جاي عايز أقول أنا مش بس جاي لليهود، أنا جاي لكل العالم. هكذا أحب الله العالم. ربنا على فكرة ما عندوش تمييز، ربنا ما عندوش عنصرية، ربنا ما عندوش ناس وناس وأبيض وسود، ربنا ما عندوش أبيض وسود وما عندوش ديانات ويحب الديانة دي، ربنا ما عندوش قصة دي ولا شعب معين. ربنا بيحب الجميع وبيرحب بالجميع وبيدور على الجميع. وعلى فكرة لو تسمع الاختبارات هتلاقيه أوحش حد في الدنيا ربنا بيدور عليه، وأبعد حد عن ذهنك على فكرة هتلاقي الرب بيحاول يتواصل معه. الرب بيحب الكل. عشان كده في جليل الأمم، حد فاكر فيا معايا سوري في يوحنا واحد لما نسنائيل قال ايه جملة كده قالوا له احنا وجدنا المسيح، تعالى قال امين الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح. معقولة المكان ده وده اللي تربى فيه سيدي مبارك اسمه وكبر فيه في الثلاثين سنة الاولى بتاعته؟ ايه يقول لي الرب يقول ادخل اي مكان محتقر أغيره على طول، أدخل أي مكان الكلام بيتقال عليه مش ده بايظ هيتغير على طول.
فتغير شكل الناصرة وتغير كفر نحوم بسبب مجيء سيدي نور العالم، بسبب حضوره، بسبب تواجده، بسبب دخوله. حصل تغيير رهيب في المنطقة دي، وده الإكرام اللي حصل. رب راح عند زبلون ونفتالي وقال لهم انتوا اتبهدلتوا، انا هاجي هنا هسكن في وسطيكم. فخلينا اقول لكم تغيير ماضي زبلون ونفتالي كان بإيه؟ بسكن المسيح. أين المجد اللي حصل والإكرام؟ بسكن المسيح. يقول وسكن في كفر نحوم، وهو ده الإكرام، وهو ده التعويض الإلهي، وهي دي البركة. حضوره خلى شكل المستقبل اتغير، خلى زبلون ونفتالي بدل ما شافت أيام مذلة شافت أعظم أيام، اختبارات، حياة، خلاص نفوس، معجزات بتتم، تعليم المسيح الرهيبة، أعمال الرب، تمشى الرب في وسطهم في أرضهم. وكأنه بيقول أنا جاي أكرم الناس اللي اتبهدلت، أنا جاي أمجد الناس اللي عاشت في ماضي صعب، أنا جاي أعلن في مستقبل مختلف بحضوره شخصيا، بسكناه، بتحركاته، بأعماله، بإعلاناته، حول مستقبل زبلون ونفتالي إلى مجد غير عادي. مين يقول أمين معايا؟ هللويا. فلما تقول لي ماضية صعبة أقول لك يسوع بمجده وبسلطانه وبحضوره هيخلي مستقبلك مختلف تماما. مين يقول أمين معايا؟ طب هو بيعمل كده بجد؟ دي حقيقي على فكرة، ده مش كلام. النبوة اتحققت، أيوة اتحققت، ده اتحققت. طب معناها ايه؟ لما اقراها النهاردة دي افهم ايه؟ تجيني الرسالة على طول بقوة، يقول لي كما اهان. انا مش عارف بقى اهان دي حطها باللغة بتاعتك، تقول لي انا تعبت كتير قوي، ماشي، انا بهدلت كتير قوي، تمام، انا اتظلمت كتير قوي، قول اي حاجة انا معك، انا عانيت من تجارب صعبة ورا بعض كتير قوي، حط اكتب قول ده. أنا شفت أيام صعبة قوي، أنا فقدت بابا وماما وعشت في وحدة ويتم صعب جدا، ماضية في كده، ماضية في اتسبت كتير وخسرت كتير واتجرحت كتير واتبهدلت كتير والخطية عملت فيها كتير وعانيت معاناة. قول أي إن كان الماضي، في رسالة من السماء ليك النهاردة. في أول حد في السنة ربنا بيكلمك وبيكلمك بيقولك مستقبلك مختلف تماما عن ماضيك، هيكون مليان مجد غير عادي، هيبقى فيه تعويض، فيه تحويل من المذلة للمجد ومن العار للمجد ومن الألم والوجع اللي عبرت بيه بإكرام إلهي غير عادي. اوعى تتوقع ان ماضيك وهيخلي الأيامك اللي جاية هتبقى شكلها كده، إبليس هيقول لك كده، قول له كذاب. انا النهاردة حط ايدي على أشعية 9 والأعداد 1 و2 وهقول له انا مستقبلي مليان مجد غير عادي، انا متوقع الإكرام الإلهي، مش لأني كويس لكن لأنه وعد، لأنه هو شخص، هو شخص مبارك اسمه، حضوره يغير شكل حاضرك ويشيل آثار ماضيك، عشان الرب دعيك لمستقبل قوي جدا. لو الماضي بتاعك فيه أي أسماء، لو اتوسمت من الناس بتعبيرات، لو في انطباعات وحشة من الناس عنك، لو أنت عبرت بأمور فيها تعب كتير قوي، ده مش كلام تشجيعي، أنا مش جاي أشجعك النهاردة، أنا جاي أقولك هكذا يقول الكتاب. أنا جاي أقول لك ماضيك لن يحكم على مستقبلك. وأنا طبعا ممكن أخد بقى شواهد من الكتاب كتير، أو أنا أخد مثلا واحد حصل في أيام الرب انشغلت أقوله مع حضراتكم. تعالوا بصوا كده معايا مثل هقوله ونصلي مع بعض. إنجيل لوقا أصحاح 8، إنجيل لوقا أصحاح 8 عندنا مقطع جميل قوي. عد 1 يقول وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه 12. ما عندناش شاهد تاني غير الشاهد ده يقول لنا انه مش بس 12 تلميذ كانوا ماشيين معاه بيتحركوا معاه، لكن هنا اضاف لوقا لنا وبعض النساء. كنا قد شفينا من ارواح شريرة وامراض. يعني ايه؟ بعض النساء اللي اتشافوا، على فكرة ده حصل في ايام المسيح، في ناس اتشافت ومشت وراه، في ناس اتشافت وخد الشفة وجريت، وعلى فكرة لحد النهاردة ده بيحصل النهاردة، لحد النهاردة في ناس تيجي الكنيسة ايه يتشفي، اتشفى روحيا راح مريح بقى خلاص، يجي ما يجيش لكن هو تعبان هو موجود، في احتياج جاي، في جوازة جاي،
عشان ربنا يكرمنا. في جاي خلاص خلص الموضوع خلاص. فتلاقيه مريح، اما يجي ما يجيش، يخدم ما يخدمش، هو خد البركه ونسي العاطي وساب العاطي اللي مديله البركه. على فكره ده الرب زعل قوي. في حد فاكر 10 بورس كم واحد فيهم اللي خد الشفاء؟ 10 خدوا الشفاء. كم واحد رجع؟ 9 خدوا الشفاء وعملوا ايه؟ اريو ولا يعرفوه. ده انسى بس، مش بس الشكر، لا فكر معايا، فكر مش بس الشكر، مش رجع يشكر بس، ده هم جريوا خدوا الشفاء وجريوا. في واحد قال اللي عمل معايا كده انا عايز اعيش معاه، انا عايز اكون قريب منه، اصل الحياه بعيد عنه ما تتعش، انا عايز اعيش معاه. رجع. ولما رجع على فكره خد خلاص لروحه. يعني 9 دول لو واحد فيهم ما تخلصه ومتى يروح جهنم؟ تخيل يسوع عمل معاه معجزة رهيبة ويروح جهنم في الآخر. عشان مش ايه؟ الحمد لله ده انا قلب ابيض. هو قولوا لما انا قلب ابيض كان ربنا عمل معايا المعجزة دي. يا عم قلبك ابيض خلاص، مش هنزعلك، بس لو يسوع مش في حياتك هتروح جهنم. تقول ده عمل معايا معجزة، هتروح جهنم لو يسوع ما دخلش قلبك وغيرك. ده عمل معايا معروف كبير طبعا، هو بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار. يا ناس ما عندوش تمييز، عنده إله كل نعمة، بيعمل معجزات مع خطاة أشرار رهيبة، بيعمل معجزات للكل. بس خلي بالك لو خدت المعجزة بس ما خدتش صاحب المعجزة هتضيع. بارتماوس أول ما فتح عينه يقول وتابع يسوع كل الطريق، مش يقول لي أنا مش هسيبك أنا وراك. بعض النساء حلوين، بعض الأخوات كده حلوين، في أخوات رائعات جدا وفي رجال رائعين جدا، مش كل الناس زي بعضها، بس هو بيقول لنا على فكرة ربنا برضو على فكرة ما عندوش تمييز بين رجل وامرأة. يعني ركزوا كده، ربنا ما عندوش تمييز نهائي، لا رجل ولا امرأة، ولا كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا متعلم ولا جاهل، ولا مسيحي ولا غير مسيحي، ربنا ما عندوش تمييز اطلاقا. انسى القصة دي. فيروى بعض النساء كنا قد شفينا من ارواح شريرة وامراض. مريم التي رح ذكر، جاب لنا واحدة بس منه، خدنا نموذج واحد. فقال مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين، وتلا يذكر أسماء تانية بس واحدة من اللي شافوا، لأنه الباقيين بقى اتكلم على الباقيين، ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس، ويوأنا وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمهن من أموالهن. كان المسيح كان اللي بيصرفوا على الخدمة بتاعته أخوات، هم بيصرفوا عليه ماديا، كانش معاه في فلوس معاه، كان هم اللي بيقدموا تقديمات لخدمته طول ما هو ماشي في الخدمة، مجموعة قاعدين بيأكلوا وشربوا وتحركوا محتاجين إمكانيات مادية. بس يقول إيه؟ يخدمنهم. في خدمة هنا اسمها خدمة المال، على المال ده خدمة، على فكرة ده خدمة. الناس اللي بتعدد خدماته كنايس دي خدمة عظيمة جدا يذكرها هنا الكتاب المقدس، مش بقشاشة، مش يعني كده، لا دي خدمة، خدمة كبيرة والسماء تشهد عنها، لأنه ولا عمل روحي بيتم في ملكوت الله إلا بمقابل مادي عشان نعمل أي حاجة، فدي خدمة رهيبة. أنا هقف عند مريم من اللي اختارهم. اقروا معايا التعبير تاني، يلا بصوا معايا كده، يقول إيه؟ مريم اللي تدعى المجدلية التي خرج منها إيه؟ يقول لي ماذا عن ماضيها؟ أسألكم أنتوا بقى، يلا قولوا لي ما هو ماضي الأخت مريم؟ 7 شياطين عزبوها، ده شيطان واحد يعذب بلد، فتخيل دي بقى عليها 7، خلاص 7 عذبوها، يعني ماضيها مليان مرار وعار، دي مشهورة على فكرة. كل ما هيذكرها الكتاب هتلاقي يقول لك اللي خرج منها 7 شياطين، يعني بيقول لك خلي بالك دي اتبهدلت يعني خالص، ماضيها صعب جدا، ماضيها صعب جدا، أرواح شريرة بهدلتها، يمكن أذت جسدها، يمكن دمرت نفسيتها، يمكن دمرت علاقاتها وشغلها وحياتها وعيلتها، اتكرهت من الناس، جرحت، اترفضت، اتعاملت بطريقه وحشه، بصلها بنظره قليله انا عليها ارواح شريره. ايا كان الماضي بتاعها، هنا بيقول لي حتى لو كان 7 شياطين بس اتقابلت مع
الإله العظيم اللي بيغير الأوقات والأزمنة، اللي بيقول الماضي مش زي المستقبل، اللي بيقول لي مستقبلك مش هيكون زي ماضيك، اللي بيقول لي أنا بصنع مجد غير عادي، أنا نفسي روحك تخترق بالإعلان ده. ما تنساهوش، مش تأمر ونصلي ويلا وناخد مادة ونروح، لا، الرب عاوز يقول لك ما تبصش لورا عن اللي حصل معك من أي أنواع من الأوجاع والرفض والجراح، مهما كان المجتمع هيقول عنك إيه، الناس قالوا عنك إيه، انت شايف نفسك ازاي، عبرت بشكل واقع شكله ايه. الرب بيدعوك النهاردة برسالة محددة انه معد ليك مستقبل مليان اكرام ومجد غير عادي. حد يقول امين معايا؟ طب والاخت مريم بقى اللي خرج منها 7 شتم مشيت وراه؟ طب اقولك على حاجة، تعرف انها كانت احسن من التلاميذ الاتناشر؟ الرجالة ما يزعلوش مني، كانت اجدع من الاتناشر راجل. ليه بقى؟ لا مش بس القبر، برافو، امشوا معايا، راحت الصليب. محدش من التلاميذ كان عند الصليب غير يوحنا، بس هي كانت عند الصليب، لقت دفنة، حدث الدفنة ما سكتش. طيب وراحت جابت مع مجموعة المريمات، جابت الطيور الأطياب والحنوط وجهزت واشتغلت الصبح بدري جدا 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 قبل شروق الفجر، جريت على القبر. هرالكوا بقى تعبير من مرقس أصحاح 16، افتحوا معايا مرقس أصحاح 16 أصحاح القيامة، ويقول لنا إيه مرقس بدقة شوية، عدد 9، اقرا معايا 9. أنا بقول لك إزاي ربنا بيغير المستقبل، إزاي بيكرم، إزاي بيرفع الراس. ربنا ما بيحكمش عليك على ماضيك، ربنا مش زي الناس، أصل ده ماضي وحش نجيب واحد ماضي كويس بس عشان استخدمه، لا 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 لا, لا. ده مش يسوع. اصل انا من نصيرة، لو انت من افقر حته واوحش اسم اوعى تتكسف تقول على انت من اني منطقه ولا ساكن في اني منطقه، اوعى مره ذهنك يقول لك انك مكسوف، ان اصل احنا من العيله مش عارف ايه، اصل بلدنا ايه، اصل ساكنين فين، اصل اوعى تتكسف من اي واقع عبرت بيه، لان الرب رافع راسك دائما في اسم يسوع، ومجد الرب عليك هيخليك مرفوع الراس دائما، وده مش مرتبط بسكن ولا شهادة. أصلي ما كملتش تعليمي، ما تخليش ده يحنيك، أصلي عددنا مادية، نرفع رأسك لأن مجد الرب اللي على حياتك هو سر رفعت رأسك وقيمتك. مش معك كام ولا ساكن فين ولا تبع مين ولا عيلة مين ولا تعليم مين، كل ده مش القصة بتاع تقييمك، انت مقيم في عينه هو، بيقولك انت غالي في عيني، صرت عزيزا في عيني مكرما للكرامه. تقول ده الناس في بيتي مش مكرميني، هو لي بيقولك النهارده ليكي كرامه، انا مش لاقي كرامه في عيلتي، ليكي كرامه وليك كرامه غير عاديه، مرفوع الراس امام الرب وليك قيمتك قدامه. كلا نقرا مع بعض على 9. وبعدما قام باكرا في اول اسبوع، مين بيقرا؟ اولا، اول ظهور لي مرقس يقول لنا كده، اول ظهور من كل الناس راح لمين؟ مريم المجدلية. لا يقول عنها ايه، ويقرأ بقى كم التي كان، بص عشان يقول لي خلي بالك، كان الوحي كأي يا اخي حاجة عجيبة، روح القدس جاي يقول لك خد بالك عشان ما تقولش بس ان انا ماضي وحش، او ما تقوليش اصلي كان عندي ظروف وحش، التي كان قد اخرج منها 7 شياطين، ظهر اولا اولا عشان يقول لها انا عايز اكرمك. مهما كان ماضيك انا هكرمك وارفع راسك، انا عايز اكرمك وارفع راسك، انا عايز اديك مجد. ما تبصش على اقوال الناس عنك ولا نظرتهم ليك، مرات يبصوا لك بقرف، في بص براحتهم، هم جهله مش فاهمين حاجه، ده جهل، جهل بعيد عنك. لما يقيمك بلبسك يبقى جهله، لما يقيمك بموبايلك يبقى جهله، لما يقيمك بالعربيه يبقى جاهل، لما يقيمك ساكن فين ولا معاك شهاده يبقى جاهل. جاهل تقييمك ان يسوع ساكن فيك. مين يسوع ساكن فيه؟ قولوا هاليلويا النهارده، هاليلويا، مبارك اسمك الى الابد، راسي مرفوعه بيسوع، هو مجدي رفع راسي. ده على فكره القصه دي هتاخدها بخبره الحياه، داود وهو ابنه مطرده عشان ياخد منه العرش، قال له تعلمت درس عمري، عيالي مش هم مجدي، ما ليه مجدك يا عمي؟ هاليلويا. يقولوا انت
يلا مين يشاور عليه يقوله أنت مجدي، أنت رافع راسي، لا عيلة ولا أولاد ولا فلوس، وقال أنت مجدي. هللويا، أنت رافع راسي، أنا راسي بيك مرفوعة يا سيدي، مبارك اسمه إلى الأبد. سهر أولا لمريم المجدلية، دي رسالة رهيبة هذا الصباح، دي رسالة العيد اللي رب عايز يقولها لك. اوعى ابليس يقولك بص لورا اخرك هيبقى ايه، يعني قول له لا، مفيش حدود للمجد اللي الرب هيعمله في حياتي. حدش قال امين يعني. مفيش حدود، ما تحطش حدود، تقول اصل مضية، اصل سني، اصل العبر، اصل شخصيتي. صدقني ما هيش دعوه برضو بشخصيتك، صدقني ما هيش دعوه بالقصه دي خالص، اصل الخبرات. ده الرب راح لبطرس يقول له انت شاعر بيه، يقول له انا شاعر بخزي رهيب قوي، انا انكرتك وبعتك، والتلاميذ بيبصوا لي كده، كل واحد فيهم بيبص لي كده من عينيه، عينيهم بتموتني يا رب. ايه يقول لي انت اللي انكرته وبعته، وانت اللي عامل نفسك احسن واحد فينا، طلعت اوحش واحد فينا واقل واحد فينا، انا مكسور. قال له انت بقى اول واحد هتوعظ بعد قيامتي، انت اول واحد هتوعظ، وانت اللي هتربح باول وعظه 3000 نفس للمسيح. اللي دي ما حصلتش غير في الايام الاخيره بقى، لما بقى في انترنت ولا في استادات ولا ما حدش. هو ايه ده يقول له؟ ايه يقول له؟ انا هرفع راسك، مضيق انا همحي اثار مضيق، انا هشيل العار اللي جه عليك، انا هشيل الحمل التقيل اترمى عليك، الوجع، الخزي، الالم، الحزن. تقول لي ده انا حزنت حزن، ده انا مضيه كل وجع ودموع وتعب. رب بيكلم ناس هنا، انا عندي ايمان دي رساله عميقه وخاصة جدا بيكلمك. ما تبصش ومين قال عنك ايه، اللي عايز يقول يقول، بص لفوق قوله انت بتقول ايه. هيقول لك كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة، هيقول لك انت اناء للكرامة، هيقول لك انت لؤلؤة وانت لؤلؤة كثيرة الثمن، هيقول لك انا معد مجد ليك غير عادي. اوعى تبص لورا وتنكسر، اوعى تبص لورا وتنحني، اوعى تخلي ماضيك يحكم عليك. خلي مريم المجدلية النهاردة رسالة بتقول لك النهاردة ليك مستقبل عظيم. مين يقول امين معايا؟ انا عايز نصلي مع بعض، تعالوا انا وقف الكلام، تعالوا نصلي مع بعض. انا عايز النهاردة في هذه اللحظات حضور الرب في الاجتماع يشفي ناس هنا في وسطينا. عايز اشجعك، عايز تقف تصلي امين وانت قاعد امين، بس الوقت ده مهم قوي، الدقايق اللي جايه مهمه، لانه الرب حاضر هنا. مين مصدق ان الرب حاضر في الاجتماع؟ مبارك اسم الرب. ايوه، اذا مصدق انه هو حاضر، سكناه حضوره هو سر التحويل، سكناه وحضوره هو سر التغيير، سكناه وحضوره هو سر المجد. في كلام بيتقال عليك صعب، في ماضي، في اهانات، في ظلم، في جرح، في حقوق ضيعه، في لخبطة حصلة، في أوجاع، في خطايا، في بعد، في جفاف، في لخبطة كتيرة. غمض عينيك معايا وقوله أشكرك لأنك تشفي كل أثار الماضي، تعالج كل أوجاع الماضي، تعالج كل الجراح الماضي، كل أحزان الماضي. أشكرك لأنك معد لي مستقبل رائع. هللويا هللويا هللويا، مبارك اسمك. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. هللويا، يسوع النور لما يجي على حياتك يشفي كل أثار ظلام الماضي. هللويا، خزي الماضي. رب بيكلم ناس، خزي الماضي امحوه، عار الماضي اشيله من عليك وحوله الى مجد، جراح الماضي اشفيك. جرحت من العيلة، جرحت من اقرباء، جرحت من اصدقاء، اشفي جراح الماضي، لاني معد ليك مستقبل رائع جدا. لو بصولك بصة انك قليلة، لو حد بيعاملك على انك اقل لانك ما عندكش الموهبه دي، ما عندكش القدره دي، ما بتخدمش الخدمه دي، مش ظاهر، مش معروف، ما لكش اسم، بصولك كده بصه قليله، النهارده الرب بيقول لك لا، انت غالي في عينيا، انت مكرمه في عينيا، انت مهمه عندي جدا، دعوتي ليك دعوه مجد. انا عايز انادي على كل حد شاعر بخزي بسبب ضعفات، قول له النهارده انا جاي عند الصليب، وانت حملت على الصليب عاري وخزي لتعطيني
الكرامة وتعطيني المجد. انت خدت خزي، انت خدت عاري، انت خدت اللعنة عني عشان تباركني. لو في لعنات على حياتك في الماضي، لو في سلب حصل، لو في حياة فيها لخبطة، وإبليس بيزلك بيقولك غلطت، إبليس بيزلك بيقولك وحش، إبليس بيزلك بيقولك في ضعفات وفي أخطاء وفي سنين ضاعت وفي ماضي ضعيف وفي ماضي في عار، في ماضي في ضعف، لو بتعدي بوقت كده وشعر كأنه مرمي عليك خزي، الرب جاي يحط ايده عليك ويقولك يا بنتي يا بنتي انا هتنسي خزي سباقي وعار ترملك. هللويا. لانك تنسين، الرب بيكلمك، لانه بيكلمك وبيكلمك، انا انسيك كل اوقات خزي بسبب احتياجات ماديه، بسبب ضعفات، بسبب مشاكل خاصه بالعيله، بسبب أخطاء خاصة بالعيلة، بسبب رفض خاص من العيلة، ليك كبنت وليك كابن وليك كأخ في اسم الرب يسوع. الرب يمحي كل أوجاع الماضي وبيقول لك يكرم الأخير. الرب بيقول لك أنا همجد المستقبل بتاعك، أنا هملى مستقبلك بمجد غير عادي، أنا هأشرك بنوري عليك، أنا هاخدك كده من كل أماكن الخزي وأضعك في أماكن المجد، أنا هجلسك مع الشرفاء. هللويا 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 هللويا. اوعى تستسلم، اوعى تستسلم، توقع أيام كلها مجد ليك الوقت اللي جاي. هللويا هللويا. يمكن واحدة هنا بتقال لها أصل أنت مش زي إخواتك، أقل من إخواتك، نصيبك أقل من إخواتك في الجمال، أقل في إخواتك في المعرفة والشهادات، ارتباطك ما كانش زي إخواتك، أقل مش زي قرايبك، مش زي العيلة. أرفض هذه الرسائل الكاذبة، قول النهاردة مش نصيبي أقل، قول النهاردة أنا بستقبل مجد غير عادي. هللويا. وفي زمن مجد جاي على حياتي غير عادي. هللويا. رب يشفيك الآن، رب يحررك من تأثير الماضي الآن. عايز صلي قوي في الدقيقة اللي جاية لأجل تحرير من أي أثار ماضي عبرت بيه، جراح ماضي عبرت بيها، خزي، خطايا، خسائر، ظلمة. أنا بحاول أقول حاجات لأنه كتير قوي، أنا عارف أنه ممكن يكون الماضي فيه كتير سقطات، سقطات في الماضي جايبالك خزي. تعال تغطى بدم يسوع، يلا يلا تعال احتمي بدم يسوع. الرب يقول لك حتى لو كنت زي بطرس أنكرت، مش هبيعك عشان ماضيك. ربنا بيقول لك أنا ولا مرة رفضتك على فكرة، وعمري ما رفضتك ومش هرفضك. قد يرفضك عيلة، قد يرفضك شغل، شركة يرفضوك، شغلك يقولوا مش عايزينك ويرفضوك، وظلم وقع عليك ظلم، وترفضت من شغلك، وترفضت من شغلك، ترفضت من كنيسة، من خدمة، من فريق خدمة، وخرجت ظلم، وخرجت شاعر بأنك مرفوض ومكروه، خرجت من مكانك اللي كنت ساكن فيه وشاعر فيه بأنك اتظلمت وأنه اترمى عليك خزي كده وعار وظلم. الرب أنا جوه قلبي نار أن الرب جاي يكلم ناس بطريقة محددة هنا وبتابعونا على الكارما وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الرب بيكلمك بقوة، مستقبلك سيكون ممتلئ مجد غير عادي، لن يحكم ماضيك على مستقبلك. الرب يشفي ويزيح من عليك كل اللي ترمى عليك من رفض. الرب يشفي جروح الرفض، يحتضنك. اسمعي اسمع، بيقول لك اخترتك ولن ارفضك، لن ارفضك. هللويا. بيكلم كل ضعيف هنا بقالك وقت ضعيف، وابليس بيقول لك مش هتعرف تبطل الخطايا دي، مش هتقدر تبطل السيجاره ولا الشيشه ولا القعده اللي بتقعدها ولا العلاقه اللي انت ماشيه فيها، ولا هتكملي ضعيفه طول عمرك. قولي لا بقلبك النهارده، نفسي تطلع لا في الاجتماع كده في وش ابليس، قول له لا، الرب معد ليا مجد عظيم، يكرم الاخير. هللويا. بيهددك بالماضي، ابليس بيهددك بالماضي، بيهددك بالخلفيه اللي انت جاي منها، ورب بيقول لك النهارده لا، قول لا بكل قوه، انا مجدك، انا هرفع راسك، انا راسك بيا هتظل مرفوع. هللويا. وزيح من عليك خزي الصباح، انسيك عار الترمل. هللويا. ازيح من عليك اوجاع ماضي ترمى عليك، مرات تشوف الدينونه في عين الناس، مرات تشوف الناس بصلك عين الدينونة
مخطئ وحش غلطان، الرب النهارده بيقول لك انا اراك بعين الحب والتقدير، لان دمي بيطهر من كل خطيه. انا لا اذكر لك خطاياك، انا لا اذكر لك ماضيك، انا مش بعايرك بالماضي، بالعكس ده الرب بيقول لك امحي كل اخطاء وضعفات الماضي اللي بتطردك واللي بتقول لك انت هتقعد وحش، واللي بتقول لك مرات لو الناس عرفت ماضيكي، لو الناس عرفوا ماضيك هيحتقروك، والرب بيقول لك لا انا قبلتك وانت مكرم في عيني وانت غالي في عيني. مين يعظم الرب معايا؟ ايوه ارفع ايدك قول له مبارك اسمك لاني غالي في عينيك، ومبارك اسمك لاني مكرم عندك. حتى لو انت موجوع ان في ناس قافله منك ما سلموش عليك الوقت اللي فات وادوك وش وحش كده وتعاملوا معاك بطريقة وحشة واتجرحتي واتجرحت، الرب بيقول لك أقبلك أحبك ليك مكانتك ومعد ليك مستقبل رائع. في حد قال لك مفيش مستقبل ليك، فلان أو فلانة أحسن منك وأيامك اللي جاية مش هتكون كويسة، أنت لا تصلح، الرب يقول لك لا تقبل خبر كاذب لأني معد ليك مستقبل رائع جدا. سأبهرك، سأحول اللعنة إلى بركة، وسأغير المشهد والأبواب اللي اتقفلت واللي الناس اللي رفضت، أنا هاخد المشهد ده وطلع منه مجد غير عادي ليكي. فأخرج من الاجتماع ده وانت رافع راسك لأن يسوع هو مجدك. اخرج من الاجتماع ده وانت رافع راسك لأنه ليك مستقبل مليان مجد غير عادي. هاليلويا 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 هاليلويا. مين يحب يصلي معايا؟ نفسي اصلي لاجل الناس دي، مش عارف ايه شعب تسكر، كاني بصلي كاني روحي بتكلم ناس محدده. مين يرفع ايده معايا ويصلي لاجل الناس دي؟ يا رب الان لمسه قويه بروح قدس، يلا قولي معايا، قولوا باسم يسوع المس الان يا رب كل حد العدو احناه وقال له هتقعد ضعيف بنفس الخطايا، اصل ظروف شغلك كده، اصل جوازتك مخلياكي كده، اصل بيتك صعب، اصل السكن اللي انت ساكنه فيه منطقه صعبه، اصل ما فيش حاجه مشجعك. ارفع ايدك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، الرب يشفي كل اثار جراح الماضي، كل رفض، كل خزي، كل وجع، كل انحناء، كل ترك، تركت واهملت، الرب يشفيك من اثار الاهمال والترك، الرب يشفيك من اثار خطاياك وضعفاتك الماضيه اللي إبليس بيطردك بيها. قول النهاردة باسم يسوع أنا بتغطي بدم يسوع، لا عرش لا خزي لا لعنة، يسوع حمل اللعنة في الصليب بدالي، يسوع مجدي ورافع رأسي. هللويا هللويا، شفاء الآن، شفاء الآن باسم الرب يسوع، إطلاق الآن في اسم الرب يسوع. ورشك درسنا ببارك محبوب، الرب يقولك انت محبوبة، الرب يقولك بقبلك، ببتسم في وجهك، برحب بيك، انا مرحب بيك في ابواب اتقفلت في وشك، والرب فاتح حضن يقولك انا برحب بيك، انا برحب بيك. اوه يسوع مبتسم في وجهك يقولك برحب بيك، انت غالية، انت مقبول، دمي طهرك، هحررك من كل القيود ولوثت حياتك. ورشك درسنا دم يسوع يجي يغسل الماضي. ايوه صلي معايا، لو في ضعفات في الماضي قول معايا النهارده انا بقدم توبه عن كل ضعفات الماضي ومش هفكر تاني، مش هبص لورا تاني. ربنا بيكلمك لا تذكر اوليات القديمات لا تتاملوا بها، لأني في 22 هصنع أمرا جديدا، هصنع أمرا جديدا، هنسيك اللي فات لأن اللي جاي مليان مجد، مليان إتمام مواعيد. ورش أو هاللويا، نسيك أوجاع الظلم والإهانة والكلام اللي تقال عندك مش حقيقي والإشاعات والضعفات والجروح اللي حصلت من أقرباء والخيانة والغدر باسم الرب يسوع المسيح. ورشك يا رسول الله في مجد، رسالة العيد ليك الرب بيقولك في مجد، مستقبلك مليان مجد، ارفض كل اللي قاله إبليس من عليك، ارفض كل اللي قاله عدو عليك.
مش الأصغر، أنت مش أقل، رأسك مرفوع بيسوع، هو كرامتك، هو مجدك، هو سر نصرتك. قالوا عنك إنك فارية وفاري، جبت النكد على البيت وجبت الخسارة على البيت، هذا كذب. رب يقول لك أنت بركة، رب يقول لك أنت بركة، دعيك للبركة. لا تدع خسارة الماضي تؤثر على اللي جاي، لأني هعمل بيك ومعك أمور عظيمة جدا في مجد في اسم يسوع. أرشك در السلام. حتى إن لم تر عيني، حتى إن لم يشعر قلبي، أنت لا، أنت لا تهدى، أنت لا، أنت لا تسكت. حتى إن لم تر عيني، أيوة، حتى إن لم يشعر قلبي، أنت لا، أنت لا تهدى، أنت لا، أنت لا تسكت. حتى إن لم تر عيني، حتى إن لم يشعر قلبي، أنت لا، أنت لا تهدى، أنت لا، أنت لا تسكت. فاتح الطريق، صانع العجائب، حافظ العهد، نور في الظلمة، ربي أنت ذا الإله. فاتح الطريق، صانع العجائب، حافظ العهد، نور في الظلمة، ربي أنت ذا الإله. فاتح الطريق، فاتح الطريق، صانع حافظ العهد، نور في الظلمة، ربي أنت ذا الإله، أنت ذا الإله، أنت ذا الإله، أنت ذا الإله. أنت ذا الإله، أنت ذا الإله، أنت ذا الإله، أنت ذا الإله، أنت ذا الإله. هللويا. حتى لو مش شاعره ومش شايف حاجة، هو مش هيهدأ. اسمع، مش هيهدأ، مش هيسكت إلا ما يملى مستقبلك مجد. هو شغال يعالج آثار الماضي ويشفي أتعاب وجراح الحاضر، لأنه عاوز يقولك أنا معد مجد ليك غير عادي، أنا معد أزمنة مليانة مجد ونور، أنا معد أزمنة فيها إكرام ليك. حياتي زمن الإكرام، أكرمك، أكرمك في إكرام إلهي، في إكرام إلهي ليك وليكي. أرفع رأسك، أعلن الحقيقة، أظهر حقك مثل الظهيرة. أوه، لا خزي، هللويا، لا عار. حتى لو شفت ده من الناس، رب بيمحي ويشفي ده وبيقولك الوقت اللي جاي زمن مجد لحياتك. هللويا، هللويا، هللويا. لن يسكت ولن يهدأ إلا ما يتمم الوعد ليك. يكرم الأخير، مستقبلك مليان إكرام ومجد في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. ربي بيقولك إنه الأيام اللي جاية مش زي اللي فاتت. ربي بيحط نهاية لأزمنة عبرت بيها من جروح وأتعاب وخسائر، ويأتي بزمن جديد مختلف في اسم الرب يسوع. هللويا، وهللويا، 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 وهللويا. شعر بحضور رب القوي جدا بيملأ المكان، وانا واثق انه يوصل لكل بيت ولكل شخص بيتابعنا بشفاءات غير عاديه. الرب يشيل من عليكي كده كل رداء خزي وكل صوره متعبه ترمت عليك وعليك باسم يسوع. هللويا، 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 هللويا. ندعو شعب الرب نقف مع بعض عشان هنختم بالتسبيحة اللي جاية. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح. أنا بستقبل زمن المجد. قبل ما نقولها وانت واقف، ارفع ايدك معايا وقوله أشكرك لأن أيام اللي جاية زمن مجد، وماضية لن يحكم على مستقبلي،
وأيام اللي جاية هتنقل حياتي نقلات غير عادية، وسأرى مجدك بقوة فائقة، وسأرى أمور عظيمة كلمتني عنها، وسأرى واختبر وأمتلك نبوات وإعلانات وكلمات اتقالت عن حياتي. أيامي مليانة مجد، لا عار ولا خزي ولا ضعف باسم الرب يسوع، لا ضعف باسم يسوع. الرب هيعبرك الأزمنة دي وينهي عليها. الرب بيكلمك وبيكلمك، راسك هتبقى مرفوعة، واللي هيصنعه معاك الرب رهيب رهيب رهيب. هيكرم الأخير، هيسكن الملك، هيكرمك الملك، هيرفع راسك الملك الملوك، مش الناس، ده هو 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 هيرفع رأسك. هللويا هو هللويا هو هللويا هو هللويا هو هللويا هو هللويا هو هللويا. أنا عايز أسبح الترنيمة دي وسقف فيها وأعلن أنا بستقبل زمن مجد، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل راح باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أبدا مش هيكون الغد استمرار للمبارك، أنا بستقبل زمن المجد وزمن الذل بفرح رنم. أبدا مش هيكون الغد استمرار للمبارك، أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ضراي. الله يعوض لي ماضيه ويفتح لي كنزوم، يشبع نفسي المشتهيه ويملا بفخور. الله يعوض لي ماضيه ويفتح لي كنزوم، يشبع نفسي المشتهيه ويملا وزيت الروح يشفي لجراحي، شفا قمر وزيت الروح يشفي كل حزن ووجع. اعني مالك استمرار لامبارح، انا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح. استمرار لامبارح، زمن الذل ده رايح. ابدا مش هيكون الغد استمرار لامبارح، انا بستقبل زمن المجد زمن الذل. هاليلويا اوه هاليلويا 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 هاليلويا. بنستقبل زمن مجد زمن مجد. اما عليك فيرى مجد الرب، أما عليك فيشرق الرب ومجد عليك يرى، على بيتك وعلى حياتك وعلى أيامك سيرى مجد الرب بقوة غير عادية. مبارك اسمك مبارك اسمك. أؤمن يا سيد أؤمن يا سيد أؤمن أنه كما أهان الزمن الأول يكرم الأخير. مستقبل مليان نور مليان مجد مليان سمر مليان تعويض إلهي روحي سماوي مجيد غير عادي. هللويا ببارك اسمك ببارك اسمك. بشكرك بشكرك يا رب. بصلي في ختام هذا الوقت يا رب، وعايزك صلي معايا كده عشان ناخد المايدة على طول بعد ما نختم الصلوة دي. وانت واقف وقاعد غمض عينيك معايا، قول للرب حضورك يملأ حياتي بالمجد،
وامشي كده في أجواء مليانة بحضورك، البيت يتملي بحضور المجد السماوي، واتحرك في أجواء مفتوحة فوقية، والسماء المفتوحة تشرق بالمجد على حياتي كل يوم. واختبر كل يوم في هذا العام وأنا ماشي معاك نقلات من مجد إلى مجد، من قوة إلى قوة، تغييرات وانفتاح لأبواب وتتميم لمواعيد ونبوات على الحياة بقوة غير عادية. إشراقة يسوع، سكنة يسوع، تواجدك في الحضور الإلهي حيخليك تشوف المجد بقوة غير عادية. يا رب حضورك يملأ الكنيسة ويملأ كل بيت ويملأ حياة كل شخص، لأنه في سكناك وفي حضورك المجد، لأنك أنت رب المجد. زيارات خاصة زي ما عملت مع أبونا إبراهيم، إله المجد ظهر لأبونا إبراهيم. يا رب أصلي زيارات خاصة لناس، إله المجد يتراءى الناس لنقلات وتغيير وفصل عن ماضي وتغيير مسار وإتمام لمقاصد عظيمة سماوية. نعم نعلن زيارات رب المجد في الأيام القادمة هتبقى مغيرة زي ما عمل مع أبونا إبراهيم، هيعمل كده، ينقلك 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 نقلات غير عادية لمستقبل مليان نور ومجد في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع ليك كل المجد والإكرام والسجود. آمين آمين.